السلام عليكم. غادي نستكملوا السلسله ديال لي فيديو ديالنا اللي كنشرحوا فيهم التخصصات اللي تزادوا في معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي لي في بي اس. كتذكير فقط، ديجا راه شرحنا الشعب كاملين ديال سلك التاهيل المهني، وشرحنا واحد الشعبه ديال سلك مساعد في توجيه الاستقبال في المستعجلات، وشرحنا الشعبه ديال تقني النقل والاسعاف الصحي. في هذا الفيديو غنشرحوا الشعبه ديال المساعد في الكتابه الطبيه والاجتماعيه بالفرنسيه تيكنيسيان اون سيكريتاريا ميديكو سوسيال. معلومه كنقول في جميع الفيديو بان تبغيت نقول لكم بان التخصصات راه ديجا هما كاينين مش حادي في فرنسا، غير المغرب تينقل من فرنسا وكيطبق هنا وكيبدل لهم بعض السميات. دابا هذه كيسموها فرنسا اسيستون سيكريتاريا ميديك شي حاجه ميديكال ولا شي حاجه، المهم كي نفس غير السميه كيتبدل كيبدلوها كيحطوها هنايا، وهي كتسمى اسيستون سيكريتير في ميديكال، اسيستون سيكريتير ميديكال على ما اظن في فرنسا. و هاي المهم لاشين ديالنا، كنتمنى انكم تشتركوا فيها. ملي غتدخل غتكليك على لي فيديو وغتشوف التخصصات كاملين اللي شرحنا، سواء بالنسبه للتكنيسيان اولا بالنسبه للتاهيل المهني باش تاخذ فكره. وبالنسبه للكونكور راه اخر اجل هو 21 شهر 11، تسير فقط في السيت. كما كتشوفوا راه باينه غير من الاسم ديالها شعبه مساعد في الكتابه الطبيه والاجتماعيه، كتخدم كاداري. دائما كنقول لكم احسن حاجه ملي كنشوفوا الصور تنفهموا مزيان. كما كتشوفوا بحال دابا هاد المساعده هذه خدامه، هي اللي كتستقبل الناس كتجي للسبيطار او في الكلينيك او لا في شي دور الرعايه، هو اللي كتشد المعلومات من عندك المريض، ملي كتاخذ المعلومات لاكارت ديالو التامين هذه كتقيد المعلومات، تقيد الجناح اللي مشى جلس فيه، يعني بحال هكا، يعني خدمه اداريه. هي خدمه اداريه كما كتشوفوا، خصك تكون كتعرف عندك مع البيسي بطبيعه الحال وهذا الشيء، حيت الا ما كنت انت الا دفعتي ليهم وما كتعرفش البيسي تقدر تلقى مشاكل في التكوين. من الاحسن انه تكون الناس اللي دفعوا لي ديروا هذه الشعبه يكون ديجا عندهم مع الانفورماتيك. كما كتشوفوا تيخدموا هكا في لي كونطوار فاش الا كيدخل راه باينه في كلينيك سبيطار شي دار مدور المسنين، يعني هما راه شحال واحد دابا كيتحط له هاد التخصصات عشان يخدموا في السبيطارات. راه كاين بزاف البلايص تقدر تخدم فيهم، راه كاين حتى دور الرعايه الاجتماعيه، دور المسنين، دور الايتام، لي كلينيك، السبيطارات، كاين حتى شي مؤسسات اخرى، بعض الشركات اللي تيكونوا كتكون شركه يعني هي راه ما عندهاش حتى شي علاقه بالصحه، ولكن راه كتخدم لي زاسيستون ميديكال وكتخدم حتى الناس ديال المساعدين المعالجين. يعني راه ما تشوفش غالطين، راه هاد الشعب راه مطلوبين في بزاف ديال المجالات ابار المجال ديال الصحه، ولكن بطبيعه الحال راه الاغلبيه تخدموا في مجال الصحه. صافي كنظن راه من الصور راه قدر دابا بطبيعه الحال كيدير الدراري والبنات ما كاينش مشكل، كمهم خدمه كتكون اداريه. نرجعوا دابا شنو خاص يكون عندك باش تهاد الشعبه، خاصك اقل حاجه نيفو باك، وخاصك ضروري تجيب بيان النقاط ديال الدوره الاولى والدوره الثانيه ديال الباكالوريا، باك اداب اقتصاد علوم كلشي مقبول ما كاينش مشكل، غير السن ما تفوتش 30 سنه. فاش كتدخل التكوين كتقرا سنتين وكتخرج تكنيسيان، يعني تكنيسيان او سيكريتاريا ميديكو سوسيال. من بعد راه ملي كتشد ديبلوم راه ماشي كتمشي للوظيفه مباشره، انت كتقلب على راسك، كيكون بطبيعه الحال لي كونكور ديال الدوله، ولكن ما تعودش على الكونكور سي بعدا دوز ستاجات باش ما تبقاش تخليش ديك الفراغ ما بين الفورماسيون والخدمه، تبقى ما عندكش ليكسبيريونس، باش تلقى شي فرصه على برا كندا المانيا كدا تلقى ديجا عندك ستاج، حيت الا ما عندكش اقل حاجه عام ديال ليكسبيريونس بروفيسيونيل راه ما تحلمش انك تخدم على برا المغرب. وتا هاد الشعب راه كلهم راه مطلوبين، سواء ديال التقنيه ولا سلك التاهيل كلهم مقبول مطلوبين وبكثره على برا المغرب. باقل حاجه باش يخدموا هاد الشعب ديال سلك التقنيه هما 3 ديال المليون، 3 ديال المليون، والشعب ديال التاهيل المهني هما 2 مليون ونص الا ما كانوا اكثر، هذا كندوي على برا المغرب. اما في المغرب الشعب ديال سلك التقني كلهم بحال بحال، 5200 درهم الا خدمتي مع الدوله كموظف مع الدولة، 5200 درهم راه بطبيعة الحال راه كل ما تزاديتي في لي زاني دو سيرفيس راه تيتزادو لك تيتزاد لك الصالير. إذا هادشي اللي كان في هذا الفيديو، نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو الجاي مع تخصص واحد آخر.